السلام الزامي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غنديروا تشالنج ديال واش فايت ليك. صراحه الفيديو بشحال هادي وحنا كنبغيو نديروه وما كيصدقش ولا ما كيبغيش يصدق. المهم دابا غادي نديروه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تعجبوكم، بارطاجيو مع صحابكم وتعملوا لايك وتابوناو. قلناكم في انستغرام الاسئله خديناهم من عندكم نتوما اللي عطيتو لنا. مايمكنش شحال قلتو لنا واش فايت ليك بزاف الاسئله. نبداو. واش فايت ليك ضربتي في المدرسه؟ يعني السؤال انا بعدا فاتي المضاربه ديالي في المدرسه الى واحد افاتي تعاود لينا هذه حد ليا سلام. كتفرج فينا كتفرج فينا والله كتفرج فينا صافي بلا ما نعاود. لا لا عاود ما يبقاش فيها الحال دابا تصالحتو. يعني واحد الدريه الله يذكرها بالخير عصبات فاتي عصبات ويش دفا شي قزات على من الطويله وسط القاسم سدا كتشرح عند الفرونسي باقا عاقله عصباتني وانا النور ونقز لها من طاوله لطاوله. وقفت فوق الطاوله بديت كنقز ونتلح عليها ونريشها قبيحه فاتها ما طيفاش اللي كنت بغيتي تضربني والله شي انا ضربت ويلي عرفتي انا كنت برا. دابا اصلا المشكل كان عندنا مع ديك الدريه حنايا انا وياها انا مخرجه من الاستاذ على قبل هذيك الدريه شويه جالسه برا لقيتش بلي الدريه خارجه شعرها واقف عرفتي اقسم بالله الشعر داير ها ولدي ما عندنا فاتيس الخاجه باش نقرا لكم هذه. واش فايت ليكم درتي مع شي واحد وخويتو بيه ولا عاودتي شنو معاهم دابا ليك نتي صافي كل وحده وكل مره انا راه نعذر عندي بزاف المضاربات غاجي انا راه بزاف المضاربات درتي مع شي واحد وخويتي بيه وانت فاتي نسيتها وي انا كندير مع صحاباتي وكنخوي بهم ديما انا كنت ما كيخويو بيا ديما انا كنخوي بها غير اليوم. واش فايت لك هرستي شي حاجه لماماك وخبيتيها؟ فايت لي حرقت زربيه باش نقولو بعدا فايت لي حرقت زربيه مشيت نعست درت راسي ماشي انا قلت لك علاقات لا هز واحد الدريه شحال من حاجه خبيت ميري ناري ناري واش كنت هرستنا مصيبه سمع سمع انت جبت الخشب وحطيتو تحت ما واش فايت لكم درتو شي مصيبه ولا تقشوها في خوتكم؟ هادي بيان سي ديما ديما خوتو غيكون كنلصقا في المصائب ديما ضروري. واش فايت لك درتي راسك مريضة باش ما تمشيش للمدرسة؟ انا نقول لكم شنو كنت كنعمل اولا انا كنت كنبكي باش لا لا كنبكي وكنبقى على الدار راني في الدار صافي انا ماشي كندير واحد الخدمة دابا نقول لكم واعر شنايا انا كنوض كندير سبع فمي مزال كندير سبع فمي انا كنت انا واحد المرة كندير الدرس ولا كنت كندير كنت كنبقى نتغطى بالمانط بزاف فاش ما كتكونش وفاش كتبقى بجي كنحيا انا ما كنتش عليا السخانة والله ولكن علاش كنت تلقاني سخانة كنت ماما فيها السخانة كتخاف علاش ما كتكونيش والله فاش ما كتكونيش دايرة التمارين وكنت عارفة راسك غتمشي غير ديك العصا في المدرسة كتقولي لها ماما انا اللي كنت فايقة مع 8 وكانت الشتا وباقي الشتا لا لا ما كنعرف راسي ما دايرهاش التمارين كيما رايح خضار بلاتي معاك الحصة الصباح واش فايت لكم درتو شنو بلاتي اللي قريناها واش فايت لك واش فايت لك مشيتي لشي عرس بلا عرادة صغار فنان عمرك خرجتي لا هذه ما كنلقى شي عرس كاش كنلقى شي عرس بلا كندخل ليه صراحه كاش كندخل عمرني مشيت شي عرس بلا عرادة صغار انا كل واحد العرس كنقول لهم تجيبوش دراري صغار ماما داتني واش فيت امتي ما كنبقاش كنهضروا مع دوك العائله الصراحه واش فيت كيف سقطتي لا لا نيرو ما نطيحوش واش فايت لك سرقتي واش فايت لك سرقتي انا نو نو عندي فيت نعاود لكم نعاود زعما كلابي تيجي معانا برانيت واحد النهار قلت الله يسمح لي ما شفتش التاسع وقيله كنت انا واحد الدريه صاحبتي في مرجان عاودتي لي انا واحد الخضره في مرجان في رمضان في مرجان وبقينا معطلين حتى في المرجان ديال المول ومشينا بقينا كناخذو كناخذو فيري روشي وميركات وداك التخربيق مشينا للديسياج كامل ديسياج بقينا بقيتو كتاكلو بقينا كناكلو على خاطرنا حنا خرجو مشينا شرينا بقى عقله ديال سيرفون وقرعات الماء صغيره مشينا خلصنا مع غادي نخرجو رجع عندنا السكيريتي حنا واحد النهار عجبني تما دخلنا واحد البيت خرج ويلي ويلي باش
ملي كنصاوبو في داك الطاجين نقول لها فقدرنا بحبناتك عطانا واحد القمعه قلنا بناتي اللي ما كيديروش هذا الشيء باش القاسي في الدار دابا الجمعه باقي خارجي الله دكاي باش فرانا معاه ماشي درنا مخداليه ود الحرام وعطانا شي 20 درهم 40 درهم قلنا باش ترجعوا في الطاكسي واش فايت لك شعرت حتى شي موقف محرج وعاودي لينا وعاودي الى عاودي لينا موقف محرج اي الصراحه بزاف اللي كانوا معقلتش الصراحه نقول لكم حيت انا ما كنعقلش حيت هو موقف محرج ما خصوش يتعاود انا ما كنعقلش بلاش نعاود مواقف واش فايت وقف عليك شي شفار الحمد لله اي حاجه انا وقف عليا واحد المره نعاود لكم وقف عليا كنت انا واختي كنت انا واختي جايين من في الطريق واختي كانت هازه التليفون كتوريني شي حاجه وقف عليا بغى يخطف لاختي التليفون دابا حنا هو وقف بواحد الطريقه ماشي داير شفار وقف اختي هازه التليفون بحال هكا هو يجرو بحال هكا بقينا كنشوفو فيه وما عرفش بقى واقف بقينا كنشوفو فيه صاحبو مورا واقف بموطور انا بالريا يلاه غادي يدور ديك الدرون نحيدو ليه من ايدي حيت التليفون هاي 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 وما شفرنيش وما شفرنيش صافي واش فايتلك شعرتي الخيانه من عند صديقه ولا صديق نو 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 انا وفاتي تعرضنا للخيانه واش فايت لكم درتو شي حاجه وحتى شي واحد ما عرفها من غيركم ضروري يا دري ايوه ضروري تري اي حاجه تعرفها خاوره صراحه انا لا انا لا انا لا مش اي حاجه كنعرف مش انا شي كان بالي بس انا مش اي حاجه كتعرفها انت مش اي حاجه كنعرفها انا داك تعرفوا كلشي انتوا احنا غنضرب دابا احنا غنضرب شفتي داكشي كيفاش كاين الصداع احنا غنضرب صراحة عندي واحد الحاجة عمرك قلت لكم عمرها ما قلت لكم بلاش كنعرف عادي سمع عادي واش فايت لك ضربتي شي واحد وي شنايا فايت لك طلقتي شي براوش ناري ناري شوفوا شوفوا انايا ويلي فاتي فاتي واحد 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 خلينا نعاود خلينا نعاود انا اللي شفت مزيان داكشي اللي دارت فاتي دابا انا وفاتي كنا كنقراو مع بعضياتنا في الكوليج فاتي واحد الدري كان ما تلقاش معنا في القسم كنا حنا في الثامنه وهو في كاتريام ايوا هذاك ديما كان كيبقى مطلع عليها مستاشه ديما انا كان كيفقصني كنقول له شي حاجه كنت مراسك معايا بها فلو كان كيضحك معايا بها ولا كينبسر ولا كيقولها بزاف قدام بنادم وانا صافي جمعت معاه حتى ولاو دراري اخرين تما كيقولوا لها بحالو صافي عرفتي انا فقصني بقيت كنقول لها فاتي عرفتي لما صرفقتيش قدام الدراري راه ما عمره ما غايجمع معاك الضحك خاصك تصرفقي انا باقا عاقله بقيت كنقول لها خاصك تصرفقي وي واقف صافي خرجنا مع المدرسه من المدرسه في العشيه هو واقف مع الدراري بحال هكا عطينا الدار ويمشي يدير لي بحال هكا بحالك كيف كنت دارت لي ها وانت عطاوي لي طويل عريض شي كنت كان كبير كان ضخم حتى واحد النهار بصح علاش درت الفاتي اجي فاتي جا بغى يضربها هو يسحب لك انا فكيتها ما ضربنيش ما ضربنيش ودار لي بحال هكا صفقت هو يدير ليا فاش درتي شدك واش درتي انا بغيت نفك كامل منعتي انا راه كنموت بالضحك طحتي عرفتي ديك التصاوير قبل طحتها واش طلعتي الموديل باش كنبكي عليها قلت لها ضربني وحيد عسل عندك لكم واحد النهار وحيت كان كيقرا معايا كان باس من دوك البراش الباسين واحد النهار بس بزاف ما عرفتش اش منو كان دار ليا المهم ضربت انا وياه عاش درت لي فسر مش على الضون تي قرا شاشه يا لا لا ماشي من تما ماشي من تما رجع هذيك كما كانت او مكلاري واش علي من انا قريت تما انا صفقه مشيت معاك لي مولا من الكوزينه الله ولا مشيت عافا سلمى ضريب شي مسكين شي ولد الناس عادي سي جاي لي بي واحد الدور بربوش باس من دوك الدار الباس حتى ما عرفتش بسلع عليا بزاف خرجت قلت نخرج ما بقى فيا وخرجت الدار انا وياه تسمعوا جوا ما تقاطعوني ما تخسرات لي وجه كندار مع الدراري بزاف ما كنتش كندار مع الدراري حتى الدراري كنقرا معانا هادشي كنت عرفتي حد دريت من صديقي شحال ما بقيت شتو قمشات وعرفتي داك لي سيكاتريس في وجه الدراري والله شي قرا معايا العام الاخر كنت كنتي جاهله اش بقاني بقات فيها بقات حركه طويله ورا بوحدي وانا كنت كتسلخني كنت كتقتلني بلاصه اقسم بالله واحد مرة ريشاتني كبيت على ريبي على راسي تعصب ويسلخني بالدراري
وشريت لكم شدكم البوليس. صراحة لا. واش بغيت لكم نقلتو في شي اكزام؟ لا ماوي طلعنا بالنقرة ما نقلتش. واش فيك اصعب نقرة دوزتي؟ واش فيك لك سلتي من المدرسة؟ اش حاجة اللي كنديرو؟ خاصكم تتعلموا هادي. سلام قري يلا نخرج. لا وحبات نجلس نوصل القسم كنا كنقراو وصل الحصة عقلتي كنت نجلس تاع عبد الرحمن. ايه اش نوصل الحصة درت فيها ويدير فيها نهضر على سير وندير فيها بس ندخل هي رفش حدو قلت السطر من راسي نخرج واجب عليك السطر على راسي نخرج عطيت واحد البنت لي سمي قالت لي انا لي سير قولي لها راه ما كتسنى فيها خاص السوارت لا خرجت تاع طاكسي شي سيد عبد الرحمن انا كنا ديما كنخرج تحت قدام بزاف ديال الناس باش بالك تحشي فايت ضحكوا عليا الناس قدام واحد القهوه بقى عاقله انا فايت تلقش واحد الشنطه كبير كنت صداك الميكا كنزلقوا عشان صقع جيت على راسي ليك مخرجكم شي استاذ انا في الباك عمرني ما خرجني شي اسطو انا حاجه قد ما كيخرج والله في الباك بوحدو العام اللي ما عمرني خرجني شي اسطو كان عندي في لا 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 خرج بلاه اذا خرجك جعلو واحد النهار ابغي جعلو العمر خرجني انتي يا سمعي والله جا عمر ما خرجني واش حيت واحد تصدر لكم في هذا العام في الباك تقدر دير صح ولكن انا لا بورت مادموزيل لا بورت كندير بحال هكا عمرك خرجتي انا فاش كنت في الكوليج انا كنت كندير علاش نخرج من القاسم انا كنبغي نجبد الصداع بس الماء كنضربو كتقولي اجي نضربو باش نخرج هي كنقولي على طروس ديالكم داك حتى انا نخرج كنبقى نقول لي استاذ فاشي تفلاتي علينا واحد النهار ولا عقلينا خرجها هي وقال لي انت والله ما والله ما تخرجي عقليكم عقلي ناخذ في الحق الاسم ما كنحملوهش باقي كيضربني سبعه وسباب وضربني واحد الدقه انا كانوا كيخرجوني بزاف صح انا والله ما كنت مشاغبه كنت انا هي الضريفه ديال المشاغبين كنت هي الضريفه ديال المشاغبين كنت انا هي الضريفه ديال المشاغبين دابا انا كنت ديما على هذيك الطبقه ديال المشاغبين قلت لها وانا غادي نخرج بلا ما تقولها لي واش قلت لك كذبتي على كذبتي على داركم قلت لهم انا خارجه شي بلاصه مشيتش لك بلاصه هكا كذبتي على ماما وين زلفه كنا عليك دابا يا لا لا وي لا ماما عمرني ما كذبت لك انا ما كذبتش عليك كنكون غادي شي بلاصه بروحي واش فايت لك ضربتي مع شي استاذ انا لا خلاص لا ولكن انا خاصك تهضر مع العود العربيه نهار ضربت مع مات فرونس ولا حكي هضر على وجهي وقعت ان انت ضربت خلاص خلاص عاودتي كندير في اللونجلي انا اللي كنضرب عمري اللونجلي انت حاضره ليا فاش ضربت مع الاستاذ ديال اللونجلي وهذه حاضره ليا فاش ضربت مع الاستاذ ديال اللونجلي هذيك مونوم سوا كنضربت معاه هذيك قالت لي مني السماحه قلت لي والله ما طلب مني انا ما طلبتش مني السماحه انا ما درتش بالي قلت لها تشاركت مع الاستاذ العربيه انا عندي بزاف ماشي عايز نحضر سلمى تعاود لكم اللي ضربت مع الاستاذ انا عندكم اخا ولا هذا كان ضربنا معاه واحد دابا هو اصلا ما كانش كيحملني كنت قبل ضربت معاه الاستاذ الاول من عند صاحبتي داك داك اللي كنت كنقرا عنده شي لا 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 ديال اللونجلي في الاول ما كانش كيحملني انا عرف هذه صاحبتي وهي حقد عليها علاش حاج واحد النهار طاحت لي قالك كملي ايوا وقال لي شنو كنت طاحت لي شي بس قال لي ما تهزيهاش قلت لي غنهزها هزيتها صافي قال لي خرج قال لي خرج ضربني بالرابور ما بقاش كنخوان حتى شي واحد وقال لي طلبي مني السماحه باش تدخلي قلت له والله ما طلب منك السماحه علاش انا ملي كنكون دايره شي حاجه كنطلب السماحه ما طلبتش منه السماحه حتى واحد النهار جابت ماما كان عندي اكزام المهم انا ما طلبتش منه السماحه ايوا واحد النهار خوال ما حرتك كانت جالسه حدايا واحد البنت لا لا دابا انا كنت جالسه ما كانش كيخليني نجلس حداك كنت جالسه قدامي وكانت جالسه حدايا انا واحد البنت وانا كنت متكيه كانت جالسه سلمى ورايا انا قدامي وانا موراها وجالسه حدايا واحد البنت وهما كيضحكوا 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 وانا كنت متكيه يلا غنهز راسي نشوفهم علاش كيضحكوا ولا درت هي وقال لي نوضي رجعي قال لي خرجي قال لا لا ما قالش لك خرجي قال لك رجعي للور وقال لي خرجي في الاول قال لي ما غاديش نخرج وقال لي غترجعي للور قال لي ما غاديش لا صافي كيما دارت في الاول دير واحد الطريقه درقتها كنشوف قال لها قال لها في الاول خرجي قالت لي ما غنخرجش قال لي رجعي للور نوضت وي ترجع لدرقات جلست واحد 5 دقائق وهي طنط وجات تسكر تقول لي شنو تمن في التحفات ما ترد بيت اش انا بقيت كنت كنت عندي ردة الفعل كي الجمعة تطلع انا قدر بنيد ما يعيرني دابا وبقى نشوف فيه واحد المرة كنا في مدرسة كان عندنا حفلة عرفتي وعيرت واحد بنت واحد البنت عرفتي عيرت واحد البنت اخرى وهاديك حسب لها عليها وخرجت من المدرسة وانا غنمشي وجدت تاكسي تفكر معايا تقول لي اجي نرجعوا ليها رجعت لها قلت لها كيفاش كنتي عايشتي قلت لها لا خشرا
مشي معك لا ما عرفت وفاش يعاود لكم نهار الشنقه مع استاذ طلع بينا هذيك بزاف علاش عطى العقوبه لواحد الدري شنو كيفاش الاستاذ عطى العقوبه لواحد الدري 300 مره كتب واحد الجمله ماشي دابا شوفوا الاستاذ كيكتب العقوبه في الحصه ديال الاستاذ الاخر دابا بحال عطاه لي استاذ الماط هو كيكتب عند العربي داك الدري تعصب ويلو حستيلو كان كيكتب ايه معاك قرب كمل 300 مسكين شدك ستيلو ويلوحو الستيلو جا فيا بقى مضارب وياه ملي كان غادي يخرج انا نقول ليه هاكا ستيلو نقول ليه خرجي تنتي معاه فهمك حماش الظلمه انت حد مضلمني صافي ولا لا 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 ما كنتش المهم باش كنتغاوت انا وياه صافي ولا لا دابا دابا غير ما عرفتش شنو بغيت ندير ونشنق عليه ونشنق عليه وقنا الله يسمح لي منو الاستاذ تلاقيت معاه داك العام انا خاصكم تشوفوا سلم عليا والله تسلم عليا كيفاش كنتي صاحبتي في الكوليج كنتي كتخلعي وكنحمش الظلم انا باقي لحد الان ما تجبدنيش وما ظلمش بنادم سمعي سمعي واش فيه ديك حطيتي في شي موقف محرج خلاك تطلبي فلوس في الزنقه انا الصراحه لا 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 عزتي لا واش فيت ليكم ضربتو ثلاثه وما بقيتوش كدويو مع بعضياتكم مده طويله كنت ثلاثه كنا كنضربوا بجوج بجوج حنا كنحاولوا على الضربنا بثلاثه ما حنا في خير ضربوا بجوج بجوج سمعي عملت لكم هذه 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 درت لي هذه الانسه ايوا حنا كنا خارجين من المدرسه وكنا كندورو مشينا شفنا البياني ها سامع الكلاس ديالها وانا كنا كل ديري معايا حتى ما كتسبقني في الماده بقى الضغمه الاخرى قلت لي عشان قلت الله ما تاخذها عرفتي خاصكم تشوفوا انا كنا وسط الشنطه كنا وسط الشنطه قلت الله حتى غناخذها قلت الله ما تاخذها ايوا طيحت وسط الشنطه وانا كليت المشكله وانا اللي كليتها وهي ما عرفتش منين فمي بقى مشات قبل انا وسط الشنطه حبسنا الطوم باش حبسنا الطريق الناس كيجوا كيف كون يقولوا صافي على الشيطان والله العظيم خول الدير والله الله يجيب دولة كليتها تعصبت خليتها وزدت وكعات وشحال تخاصم ولكن مكملناش ساعه ومخاوله بلوكاتني في كونفينمون من واتساب وانستغرام وكل شيء بلوكيتها من كل شيء انا راه ما عرفتش اختي بلوكي كنعيط لك تقول ما عندي بلوكيت علاش بلوكيتها بلوكيتها حيت كنصيفط لها ميساج علاش عرفت عليا خاوله شو كنت في كونفينمون كنت مشغوله بلي سيغي وداك الشيء كنت مساليه انا الهضره على خاطر ديال واتساب مقلش انا بلوكيتها خليتها كتطلب فيا عافاك اختي دي بلوكي معايا فكنت وحشت نهضر معاك ديروا العز لراسكم بلوكيو اللي ما كيجاوبكمش بغيتو نديرو بارتي 2 خليوها لنا في الكومونت اي اللي بغيتو نديروها حيت دابا عشان الضو ما بقاش مزيان بغينا نجاوبو على بزاف الاسئله ولكن راه يمكن يشرب بزاف ولكن بدا كيظلم الحال المهم ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع صحابكم سبسكرايب ولا بغيتو تدخلوا عندنا انستغرام ادخلوا عندنا انستغرام